رمضان مبارك عليكم جميعا، وأهلا بكم مشاهدينا في كل مكان إلى حلقة جديدة من برنامج الحكيم من تركيا، والذي ننقل فيه تجربة العلاج في تركيا مع أطباء من ذوي الخبرة العالمية والشهادات العلمية المتقدمة. ونشاهد في هذه الحلقة: ما هو داء الليشمانيا، وكيف نجا منه العراقي حيدر العبادي بعد رحلة علاج في مستشفى ميديستيت التركي مع الدكتورة فاطمة يزار أخصائية الأمراض الجلدية. دكتور تويغر تويدامير استشاري جراحات البدانة يخلص فاتح أونير من نصف وزنه بعملية تكميم ناجحة بعدما وصل إلى 145 كيلوغرام. ونشاهد أيضا دكتور باريش كيكليك أخصائي جراحات التجميل يجري جراحات ناجحة تجميلية وعلاجية للعديد من حالات تشوهات الأنف. إذن نرحب بضيفتي الدكتورة فاطمة يزار أخصائية الأمراض الجلدية في مستشفى ميديستيت التركي باسطنبول في أول مواضيع هذه الحلقة. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الأعزاء إلى أن هذه الحلقة تبث الآن مباشرة على صفحتي البرنامج على فيسبوك وتويتر. كما نذكركم بإمكانية التواصل معنا ومع ضيوفنا عبر رقم الواتساب المخصص لكم والظاهر الآن على الشاشة. إذن مشاهدينا، نتحدث اليوم عن مرض غريب إلى حد كبير وغير معروف لدى الكثير، ولكنه مرض منتشر وشائع في كثير من مناطق العالم. إنه داء الليشمانيا الجلدي، الذي يؤدي إلى ظهور جروح متقرحة يصل قطر الواحد منها إلى بضعة سنتيمترات وتدوم لأشهر طويلة على الرغم من العلاجات المختلفة، وينجم عن اختراق طفيليات أحادية الخلية من نوع الليشمانيات إلى الجلد إثر تعرض المصاب للدغة من إحدى نواقل المرض، وخاصة أنثى ذباب الرمل. الليشمانيا يؤدي إلى وفاة نحو 30 ألف شخص سنويا حسب منظمة الصحة العالمية. وبالرغم من صعوبة علاجه، إلا أن ضيفتنا دكتورة فاطمة يزار لديها تجارب ناجحة في علاج هذا الداء، ومنها تجربة حيدر العبادي الذي جاء من العراق للعلاج في تركيا. سنتحدث اليوم عن مرض جلدي هو الليشمانيا. يعاني منه من لديهم عادة النوم في الخارج بسبب الحر الشديد، وللأسف يترك أثرا سيئا على الجلد. حيدر العبادي هو مريض عراقي عمره 37 عاما، قدم إلينا بإصابة خطيرة في نهاية عنقه. جرب العديد من أنواع العلاج دون فائدة. أخذنا خزعة وشخصنا مرضه بأنه الليشمانيا، ثم أعطيناه العلاج المناسب وتعافى بشكل جيد. الليشمانيا هي مرض طفيلي تنتقل العدوى به عبر لدغ أنثى ذباب الرمل، ولا تنتقل العدوى من إنسان لآخر. إذن شاهدنا هذا التقرير وننتقل للحوار مع ضيفتنا دكتورة فاطمة يزار. أهلا وسهلا بك، نرحب بك في هذه الحلقة. عن هذا الموضوع الغريب غير الشائع وهو داء الليشمانيا، نريد أن نعرف بالضبط ما هي الليشمانيا وما هي درجات هذا المرض أو أنواعه. الليشمانيا ممكن أن نفصل أولا إلى جزئين. أولا هناك الليشمانيا تتموضع داخل في الأعضاء الداخلية والأخرى جلدية. يعني الليشمانيا كما ذكرتم قبل قليل هي جراء اختراق طفيليات أحادية الخلية، وكما ذكرتم أيضا بعد الإصابة من لدغة من إحدى نواقل المرض خاصة أنثى ذباب الرمل هي خطيرة جدا. في الأسابيع الأولى لا يحدث أي شيء، ولكن
ولكن بعد ذلك يصبح هناك ندمة في الجلد وتقرحات أو جروح مستمرة، لا آلام في هذه التقرحات، لا حك أبدا، ولكن بعد أشهر تتحول إلى لون بني داكن، بعد ذلك تتحول إلى قرحة كبيرة تنفتح وتتحول وتفرز مادة لزجة لاصقة تكبر وتتحول إلى طبقة واسعة وتؤدي إلى تشوه في الشكل الخارجي وجرح مفتوح يكون باستمرار. نعم، بالنسبة لحالة حيدر التي شاهدناها في هذا التقرير وقمت بعلاجها، كيف كانت يعني درجة المرض عنده وإلى أي مدى يعني كانت هذه الحالة صعبة في العلاج؟ نعم، الآن مريضنا جاء إلينا بحالة في وقت متأخر جدا، يعني حالته متأخرة نستطيع أن نقول، والحكاية الطبية له تقريبا استغرقت عام كامل، يعني أصيب قبل عام. في العراق جربوا الكثير من الطرق العلاجية للتداوي ولكن لم يصلوا إلى نجاح في هذا. بعد أن أتى إلينا قمنا بأخذ خزعات منه وقمنا بالتحاليل اللازمة، والآن هو تعافى تماما. عظيم. نريد أن نعرف يعني هذه الحالة جاءت من العراق، فما هي المناطق الموجودة في العالم العربي أو الشرق الأوسط التي يوجد فيها هذا المرض الليشمان؟ نعم، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فهناك 30,000 شخص سنويا يموت جراء هذا المرض، يعني هناك أيضا 20 مليون مصاب وهناك 350 شخص معرض للإصابة. يعني في منطقة الشرق الأوسط طبعا هذه المنطقة هي الأكثر رؤية لهذا المرض، إيران، سوريا، باكستان، أفغانستان، الجزائر، تونس مثلا، العراق أيضا نرى هناك حالات كبيرة. وأتى من العراق المريض الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهذه مناطق تتكثف فيها الإصابة بهذا المرض، لذلك الذين يعيشون في تلك المنطقة يجب أن يخطر على بالهم أنهم ممكن أن يتعرضوا يعني لهذا المرض. يوجد هذا المرض في عدة بلدان عربية كما ذكرتها، العراق والجزائر وتونس والسعودية، وفي الشرق الأوسط إيران، باكستان، أفغانستان. هل يعني توجد الليشمانيا أو نواقل المرض اللي هي ذبابة أنثى الرمل، هل توجد في ظروف معينة سواء بيئية أو ظروف تتعلق بنظافة المكان مثلا؟ نعم، كما قلتم أحمد، الموضوع متعلق بالنظافة، متعلق بالبيئة، متعلق بالحالة الاجتماعية أو الاقتصادية. يعني نرى أن الدول الغير متطولة نرى هذا المرض فيها أكثر وفقا للإحصائيات. طبعا هذا الذباب الذي تكلمنا عنه هو ذباب الرمل، ينام في النهار ويتحرك في الليل ويتموضع في الرمل عامة، ويحب الجو الحار، يعني في المناطق الحارة والتي فيها رطوبة عالية، فخاصة ليلا ممكن نتعرض للدغة من هذه الذبابة، وإذا كان هناك جزء مكشوف من جسمنا أثناء النوم مثلا أو لا نحمي أنفسنا من هذا الذباب، فنرى الإصابة تكون عالية كما قلت في المنطقة. فالمريض الذي أتى إلينا كان من العراق وكان مصابا من رقبته من الخلف، وأعتقد أنه كان بسبب النوم خارجا أثناء الليل، يعني خارج المنزل أو في فسحة المنزل أثناء الليل. نعم، ممكن أتوقع هكذا، لأن الجو حار جدا وخاصة في المناطق الريفية، السكان هناك ممكن أن يخرجوا خارج البيت ويناموا هناك في الأماكن المفتوحة بسبب درجة الحرارة المرتفعة، وهذا يؤدي إلى الإصابة طبعا. يعني إذن هذه الذبابة توجد في المناطق الريفية، في المناطق التي بها تلوث مياه، في المناطق الحارة الرطبة، يعني تنشط ليلا وليس نهارا. هذه بعض المعلومات التي يجب أن يعلمها الجمهور. ولكن
ما هي العلامات التي يمكن أن تميز مرض الليشمانيا عن الأمراض الجلدية الأخرى؟ علامات يدركها الشخص العادي. نعم، مرض الليشمانيا يجب أن نشك فيها. متى نشك بأننا مصابين بمرض الليشمانيا؟ مثلا إذا كنا نعيش في منطقة أو دولة فيها حالات ليشمانيا كثير، مثل مثلا السعودية، إيران، مثلا العراق، سوريا، هذه المناطق الأخرى، تونس والجزائر التي ذكرناها، أو إذا كان هناك رحلة قضاها إلى تلك المنطقة في فترة قريبة، إذا كانت في أماكن مفتوحة من الجسم، يعني عندما نلبس الملابس إذا كان هناك أماكن مفتوحة مثل الوجه والرقبة، إذا لم يكن هناك ألم في هذا التقرح أو حكة، لأن هذا المريض لا يشعر بأي حكة أبدا، لذلك يجب أن نشك. بعد أن نشك بهذا نذهب إلى الطبيب وطبعا يقوم بالتحاليل اللازمة. بعد ذلك طبعا كما قلنا نقوم بإجراء هذه التحاليل، بعض الاختبارات الميكروبيولوجية، ونأخذ بعض الخزعات من المرضى، وآنذاك نستطيع أن نقول هذا مرض الليشمانيا. يعني إذا كانت جروح لا تلتئم وتقرحات جلدية ولا حكة وفي فيها، بيئة فيها ينشط فيها هذا المرض، يجب الانتباه والتحرك فورا للطبيب. ولكن كيف يكون العلاج؟ ما هو علاج الليشمانيا وما الذي تتميز به مستشفى ميديستيت وتركيا في التقدم العلمي في هذا الموضوع؟ طبعا في الليشمانيا يجب علينا أن نشخصه بشكل صحيح. بعد هذا وفقا لعمر المريض، وفقا للأفة الجلدية الموجودة فيه، وفي أي منطقة متموضعة في الرقبة أم في الأذرع أو في الساق، يجب أن نعرف هذا. ممكن نقوم بإجراء بعض الحقن العلاجية، هذه طريقة، أو ممكن أن نعطي أدوية عبر الشرايين أو من الفم، يعني وفقا للمريض ووفقا للآفة التي تعرض إليها، الآفة الجلدية. كم يستغرق هذا العلاج؟ وماذا عن القادمين من خارج تركيا لتلقي العلاج من داء الليشمانيا؟ هل يعني يستغرق الأمر مدة طويلة للبقاء وتلقي العلاج أم ماذا؟ يعني نستطيع أن نقول أسبوعين تقريبا من أجل التشخيص. بعد أن نضع التشخيص نقوم بجدولة العلاج، بعد ذلك يذهب إلى بلده، إلى موطنه، وخلال 4-6 أسابيع ننتهي من هذه العملية. ماذا لو تم تجاهل علاج مرض الليشمانيا؟ هل الأمر يتطور إلى شيء خطير أم ما الذي يحدث؟ وماذا لو تم العلاج بطريقة خاطئة أيضا في بعض الأماكن الأخرى؟ إذا أهملنا هذا المرض ممكن أن تؤدي إلى مشاكل للشخص، لأن هذا المرض هو في أماكن مكشوفة، فإنه يؤدي إلى مشاكل اجتماعية اقتصادية وتترك آثار لا نستطيع أن نزيلها إذا لم يتم العلاج، وهذا يؤدي إلى مشاكل نفسية واجتماعية أيضا للمريض. أيضا هذا موضوع مهم بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه هذا الشخص، لأنه هذا أمر مهم بصحة المجتمع، لأن هذا مرض معدي، يعني طبعا لا يعدي الإنسان للإنسان، ولكن الذباب معنى ذلك منتشر في تلك المنطقة. طيب ننتقل الآن لأسئلة متابعينا التي وصلتنا عبر رقم الواتساب. وسؤال من الجزائر، عمار يقول: أتواصل معكم من الجزائر وعمري 26 عاما، تم تشخيصي بمرض الليشمانيا، فهل تصاب زوجتي بالعدوى؟ سؤال مهم. نعم، مرض الليشمانيا كما قلت قبل قليل لا ينتقل أو لا يعدي الإنسان الإنسان، ولكن هذه الذبابة التي تكلمنا عنها، أنثى ذباب الرمل، ممكن أن تنقل المرض من المريض المصاب إلى الشخص الغير مصاب، ولكن لا يعدي الإنسان الإنسان عن طريق ناقل لهذا المرض.
يعني هذا المرض غير معدي بشكل مباشر من مصاب إلى آخر. نعم بشكل مباشر لا يعدي، يعني لا أحد يعدي زوجتي أو ابني حتى لو تم الملامسة والتماس، ولكن الذبابة هذه ممكن أن تنقل المرض من الشخص المصاب إلى الشخص الغير المصاب. يعني إذا كنا نعيش في نفس البيت مثلا والذبابة هذه أتت أخذت الطفيلة هذه من الشخص المصاب من الجرح ولدغت الشخص الغير مصاب تتحقق الإصابة. نعم أكيد. يعني الرسالة إلى عمار، زوجتك لن تعدى بهذا المرض ولكن عليك العلاج منه فورا. نعم. عظيم. نعم. سؤال آخر من علياء من سلطنة عمان، تقول عمري 33 عاما، ربة منزل، لدي طفح جلدي غير مؤلم ولا يسبب الحكة على وجهي منذ 3 أسابيع، هل يا ترى يكون هذا هو مرض الليشمانية؟ نعم إذا كانت أماكن مكان تموضع هذا الطفح الجلدي في الأماكن المفتوحة في الوجه في الذروع مثلا في الأيادي في الساق، وإذا كان هذا الطفح لا يلتئم على مدى أسابيع طويلة فمعنى ذلك وتعيش هذه السيدة في مكان في انتشار لمرض الليشمانية يجب عليها أن تذهب إلى الطبيب فورا. عظيم. سؤال آخر من اليمن، أشرف يقول أتواصل معكم من بلدي من اليمن، يقول ابني البالغ من العمر 8 سنوات لديه 3 انتفاخات على ذراعيه منذ 3 أشهر، لم نفهم ما هو سببها، ذهبنا إلى الطبيب وأعطاني مضادا حيويا ومرهما قمنا باستخدامهم جميعا ولكن لا يوجد أي تحسن، هل يا ترى هذا هو بالفعل مرض الليشمانيا؟ يعني مرض الليشمانيا يرى بكثرة في الأطفال والشباب بشكل غريب طبعا، وطفلنا هنا في الحالة هذه أيضا عمره صغير فأيضا ممكن أن يصاب بطفحات لأسباب مختلفة غير الليشمانيا، ولكن إذا لا يقوم بالتجاوب مع العلاج إذا تم العلاج طبعا فمعنى ذلك أن الليشمانيا هي مرضه الآن. طيب أخيرا دكتورة، فيما يتعلق بمرض الليشمانيا والعلاج في تركيا في هذا الأمر، إلى أي مدى لديكم وسائل علاجية متقدمة في هذا لعلاج هذا المرض والمختلف لديكم عن الأماكن الأخرى؟ في تركيا لأنها من الدول التي أيضا فيها مرض الليشمانية منتشر فيها خاصة في المنطقة الشرقية والجنوبية كهرمان مراش وديارباكر وغيرها من المناطق، فإن هذا المرض أيضا موجود في تركيا، لذلك لسنا غرباء على هذا المرض، نحن كأطباء لا يعني آلفين على هذا المرض، لذلك فلدينا نسب نجاح عالية أكثر من الدول الغربية وأمريكا لأن الأطباء الأتراك يعرفون الليشمانية أكثر من الغربين. أشكرك جزيل الشكر الدكتورة فاطمة يزار أخصائية الأمراض الجلدية في مستشفى ميديستيت التركي باسطنبول، وبالطبع يمكنكم مشاهدينا التواصل مباشرة معنا ومع ضيفتنا عبر موقع عبر رقم الواتساب الظاهر على الشاشة والمخصص لاستقبال رسائلكم. نواصل معكم ونتابع بعد الفاصل. دكتور تويجر تويدامير استشاري جراحات البدانة يخلص فاتح أونير من نصف وزنه بعملية تكميم ناجحة بعدما وصل إلى 145 كيلوغراما.